طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ahubwo hahiriwe abumva ijambo ry'Imana bakaryumvira. Twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa biwe. Nimwasenga muvuge muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka be mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye umunsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko tubabarira ababitugirira, udukingire ibitwosha nabi ariko udukize wa mubi. Mu gihe cya kera bavugishwa n'Imana banditse mu ijambo ryayo ko izorungika Mesiya gukiza abanyabyaha no kubanywanisha nayo. Ubuzima bwa Yesu burerekana neza ko uwari we mukiza Imana yari yarasezeranye. Umuvugishwa n'Imana Yesaya yanditse ati: inkumi zosaminda ibyara umuhungu, kandi niko byabaye. Kubw'ubushobozi bwayo, Imana yatumye Mariya asaminda naho yari sugi, hanyuma byara Yesu. Nk'uko byari byaranditswe mu byanditswe byeranda, uburyo yavutsemo cyari ikimenyetso cy'uko uwo mwana ari we Mesiya, uw'Imana yita umwana wayo mu buryo bw'impwemu atari mu buryo bw'umubiri. Muri Yesu niho abantu bamenyeye akaranga n'ubushobozi bw'Imana. Yakijije indwara z'abantu, abaharira n'ibyaha byabo. Yaremereye abamwizera icyicaro mu bwami bwiwe buhoraho. Yesu yatanze ubugingo bwiwe, yongera yemera guhanwa mu gishingo cy'abantu. Hanyuma yarazutse mu bapfuye. Ibyo byerekana ubushobozi bwiwe ko buruto bw'urupfu. Yesu ari we Mesiya yavuze ati: mfise ububasha bwo gutanga ubugingo bwanje, kandi mfise n'ububasha bwo kubusubira ko. Ubuzima bwa Yesu, uretse kwemeza ibyo yavugishwa n'Imana bavuze, bwemeza neza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri Yesu niwe jambo w'Imana, muri we niho Imana yerekera abantu. Umwami Yesu ubwiwe yaravuze ati: ijuru n'isi bizorangira, ariko ijambo ryanje rizohoraho. Ubwa mbere Imana yaremye umugabo n'umugore ngo babane banezerewe imbere yayo, ariko ntibayitayeho batako barayigarariza.
iyo nyifato yabo mbi yabatandukanije n'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ibyaha. Rirongi arikavuga riti ingero yicaha n'urupfu. Abanyabyaha ntibashobora kugiriranira imigenderanire n'Imana. Nk'uko Imana yatanze imfizi y'intama igafa mu gishingo cy'umwana wa Aburahamu, niko yarungitse Yesu agafa mu gishingo cy'abantu. Kwari ukugira ngo abizera Yesu banywane nawe kandi bagiriranire ubucuti n'Imana. Intumwa Petero yavuze ati Yesu niwe abavugishwa n'Imana bose bavuze ko ngo Imana igiye guharira abamwizera bose. Kubw'ibyo abizera Yesu bose bazokira ca gihano cy'umuriro maze babane n'Imana ibihe bidashira muri paradiso. Amaze kuzuka mu bapfuye, Yesu yabwiye abamukurikira ati abantu bazomenyesha amahanga yose mu izina ryanje ko Imana iharira bihana bakayigamburukira. Yesu yavuze kandi ko azorungika mpemu yera ngo agumane n'abamukurikira kugira ngo abereke ukuri yongera abashoboze gukurikira inzira y'Imana. Yavuze ati mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje kugura urugi rinjiriwe dusangire. Kwakira Yesu si ukwiyumva mu nyigisho ziwe gusa, ariko no gufata ingingo yo guhindukirira Imana ukihana, n'ukwemerera Yesu ngo aze muri wewe aguharire ibyaha. Wa mugore amaze kwihana ibyaha agakurikira Yesu, nawe yaciye amubwiye ati ibyaha byawe urabihariwe kuko wanyizeye. Ca gisuma cizera Yesu kiri ku musaraba kikamusaba kukikiza yakibariye ati uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Yesu yavuze ko ukunda by'ukuri aba yerekanye ko yahariwe ibyaha kandi yahamagaye abantu ngo bamukurikire. Birashoboka ko nawe wamaze kwitegura kwakira Yesu mu mutima wawe. Abahisemo gukurikira Yesu berekana iyo ngingo bafashe mu kuvuga isengesho rimeze nk'iri, risubiremwo mu mutima wawe. Mwami Yesu, ndagukeneye ubu. Ndagushimiye ko wapfuye ku musaraba kubw'ibyaha byanje. Ndakugururiye urugi rw'umutima wanje. Ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanje. Ndagushimiye kumpariye ibyaha byanje kandi kumpaye ubugingo budashira. Ndagusabye ngurongore ubuzima bwanje kandi umfashe kubaho nk'uko ushaka. Amen. Yesu yaravuze ku bamukurikira ati abanje bumva ijwi ryanje ndabazi nabo barankurikira. Kugira ngo bakure mu migenderanire yabo n'Imana, abakurikira Yesu bakoranira hamwe n'abandi bamukunda, bakamubwira ibyabo iminsi yose mu gusenga, bakiga ijambo ry'Imana kandi bakifuza kwisunga karorero kiwe. Yesu arabarongora akongera akabashoboza ku bwamuhemu w'Imana ari muri bo. Bazigama mu mitima yabo ibyo Yesu yabwiye abamukurikira igihe yaduzwa mu ijuru. Yavuze ati Imana yampaye ububasha bwose mu ijuru no mu isi, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi.